شكرا لك زميلنا محمد على هاي الجولة المميزة جدا، تعرفنا على هاي الماكينة اللي صار لها مئات السنين موجودة بالواسط. بالتوفيق وشكرا على هاي الجولة المميزة. وهسه مشاهدين خلينا ننتقل لموضوع ثاني. مثل ما تلاحظون هالفترة مع تغير الفصول واجى الخريف، فصار اكو شوية جفاف البشرة، واحنا بدنا نعرف الطرق الصحيحة حتى نهتم بها. اكو ناس تهتم بها بس مو بالطريقة الصحيحة، فاليوم راح نشوف شنو هو الروتين الصحيح حتى نهتم ببشرتنا مع الخبيرة بعناية بالبشرة ميديا عبد القادر. اهلا وسهلا بك ميديا. اهلا وسهلا، نورتينا طبعا. نورتينا كالعادة، هي ما شاء الله يعني وجهها منور. وجهها منور هي، ان شاء الله تنور وجوهنا. لا انتم منورين ما شاء الله على شكرا. مبدأ حابين نعرف من عندك يعني خلال هذه احنا هسه فترة خلينا نقول ننتقل لفصل الشتاء وهذا الجو، يعني احنا كنا الصيف مالتنا جاف وحار جدا، وهسه يعني يمكن نعاني من هواي مشاكل بخصوص هذه الفتره وفتره الصيف. شلون نقدر نعالج هذه المشاكل اللي صارت ببشرتنا؟ اول شيء صباح الخير لكم. ثاني شيء هو دخول فصل الخريف والشتاء كثير بيعمل تغييرات بالجسم، والانسجه الموجوده هي بالجسم دائما بتتعرض لتكسر. احيانا كثير انتم بتلاحظوا انه في احيانا لما بنطلع من الحمام شو بتسيبنا حكه. الحكه هي نتيجه الجفاف اللي عم يصير بالبشره. فكثير من الناس بس خلص الشوب او خلص الصيف ما بيشربوا مي اصلا، هن بشرتهم كثير جافه. فالتغذيه السيئه والاستخدامات الخاطئه للميك اب او للسكين كير او هالامور اللي هن ما عندهم يعني المام كامل بالانسجه تبع بشرتهم او نوع بشرتهم، فبتتعرض للجفاف الشديد كثير يعني. نعم. طيب ميديا، ست ميديا كنت بدي اسال، هل فعلا يقولون فصل الشتاء يغير لون البشره؟ تغيير لون البشره بيصير احيانا بالشتاء. هون المفهوم انه عند كثيرنا انه اذا خلص الصيف ما في داعي انا استخدم الواقي الشمسي. هذا اللي بياثر، لانه الشمس بالشتاء بتكون قريبه كثير مو مثل الصيف. فاليوفي والاشعه فوق البنفسجيه بتكون كثير نازله للارض. فانت لما بنكون حاسين نحن ببروده شو بنساوي؟ خلينا نطلع شوي على الشمس لنشوفها، نحن عم نتعرض للشمس مباشره. اما بالصيف بنحمي حالنا، ما بنطلع يعني بالسياره في سفليت بالمكتب. اما بالشتاء لا، خلينا ناخذ شوي شمس او ناخذ فيتامين د هيك. مفهوم. بس هن عم يتعرضوا للشمس اكثر، وهن ما حاطين الواقي الشمس اللي هو ضروري بالشتاء يستخدم اكثر من الصيف. نعم. طيب هل فعلا الشتاء يسبب جفاف البشره؟ بيسبب جفاف للبشره نتيجه قله شرب المياه والسوائل، نتيجه عدم استعمال الكريمات او الترطيب او العنايه حتى. نعم. العنايه المنزليه او العنايه يعني اللي بياخذوها. ثانيا الجسم بيبخر المي يعني، فالبروده او البروده اللي كثير قويه بتكون شو بتساوي؟ بتجفف البشره كثير كثير كثير. فنحن دائما لازم نستخدم المرطبات اكثر ما انه كنا نحن نستخدمها بالصيف. نعم. ست ميديا احنا حابين انت تسوي لنا بشكل براكتيكي نسالك ونشوف ناخذ منك باقي المعلومات. اكيد تفضلي. طبعا جايبه وياها هي المواد اللي راح تستعملها. صحيح. يعني احنا اليوم راح ناخذ الطريقه الصحيحه حتى احنا من نعرف شلون نعتني ببشرتنا. خاصه كريستينا احنا يوميا عندنا برنامج صباحي ودائما نحط ميك اب بشكل يومي، فهذا الشيء اكيد ياثر على الوجه يتعب يعني شويه شويه. نعم. ايام العطله نحاول دائما انه ما نحط ميك اب هوايه. صحيح. نعم. طبعا احنا حابين نشوف الخطوات الصحيحه من ست ميديا، تفضلي. هلا نحن اليوم اللي راح نحكيه انه كمرطب، طبعا انا جايبه معي شيء خاص للايدين كسكراب وشيء خاص يعني للجسم، هو للايدين ولكل الجسم ومرطب. اما نحن اليوم هلا اللي نحن راح نشتغل عليه فنحن جايبين ماسك. الماسك هو كمان كثير كثير ضروري كثير ضروري. نعم. بالشتاء هو عمليه التقشير للجسم وللبشره. نعم. للايدين للجسم للفيس، هذا كثير ضروري بالشتاء. نعم. خاصه هلا بدخولنا نحن الخريف والشتاء. نعم. طبعا نعم. انا دائما دائما بحب لاي حدا حتى انتم اذا سويتوا بحب دائما يكون في شيء معطر، لانه دائما الخلايا الدماغيه بتستنشق الروائح اللي تكون قريبة للطبيعة، فهذا بيساعد كتير 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 دخول الكريمات وتنشيط البشرة وتنشيط الدورة الدموية. نعم. نعم.
بالنسبه للماسك، الماسك نقدر نسويها احنا بطريقه طبيعيه بالبيت، يعني اكو مكونات موجوده بالبيت ممكن احنا نستعملها كماسك للناس اللي مثلا ما عندها قدره تشتري ماسكات جاهزه. اكيد اكيد طبعا، بس كان النقطه المهمه انه اي صبيه او اي حدا سواء شباب او صبايا بيعرفوا نوعيه بشرتهم، هذا بس اللي لازم كتير مهم يكون. أما إذا كان ما بيعرفوا نوعية بشرتهم فاستخدامهم الخاطئ للماسكات المنزلية هذا رح يأذي بشرتهم، ما رح يحسنها بصراحة أبداً. نعم، وهي كتير ضرورية هالنقطة، بالعكس الماسكات الطبيعية بتعطي نتيجة حلوة كتير. نعم طبعا، احنا بعد التقشير مثل ما قلتي الوجه يبدا يحك، حتى مرات لما يعني نحس انه بده يحك نفاذ الدليل على جفاف البشره. هنا هل احنا لازم نستخدم المرطب؟ لو بعض الاحيان يقولون لا ماكو داعي مرطب حتى التقشير يكون يعني اسرع وناخذ نتيجه احسن. لا لا لا، ضروري ضروري الترطيب يكون كثير كثير مهم بصراحه، ما لازم ابدا ابدا يستخدم التقشير بدون ترطيب وبدون ماسكات. إذا كان للوش لازم ماسك، أما للجسم بعد التقشير فهو كتير ضروري بصراحة يستخدموا له المرطبات سواء بالجسم برجع بقوله سواء الوش. نعم نعم طبعا، هذه اللي اللصقات اللي موجوده تحت العين هي لترطيب تحت العين او لتخفيف الهالات او شنو المشاكل اللي طبعا انتم هلا ما عم تلمسوا الترطيب اللي هي فيها نعم. مجموعه الهايرون اسيد اللي هي بتعطي ترطيب كثير قوي تحت العين، لانه معروف تحت العين هو ارق منطقه موجوده بالجسم كله او بالوش يعني، فهي هاي بتعطي ترطيب قوي، إضافة إنه هي فيها مواد بتعطي عملية التبريد اللي بتخلي الكولاجين يتنشط أكثر ودورة الخلايا الكريات الحمر والدورة الدموية تشتغل أكثر. نعم، ست ميديا، روتين الوجه يختلف عن روتين العناية بالجسم، وأيضا هل أكو روتينات معينة للجسم أيضا بحسب الفصول يعني؟ أكيد، هلا نحن بدخولنا بهذا الفصل بصراحة كتير مهم كتير مهم كتير مهم انه الجسم لما بنعمل له تقشير خاصة عند الأكواع والإيدين والإجرين، فالمناطق السميكة بتكون معرضة طول الصيف للهواء واللي بيروحوا على المسبح وللتصبغات، هالقصص كلياتها بيتعرض الجسم، فلازم يكون في تقشير كتير سميك وعميق كتير للخلايا لينظف الخلايا وإزالة الجلد الميت، ولازم يكون في مرطب وراها. نعم. أما للوش فهو يفضل بصراحة ما ضروري يكون تقشير عميق، لأنه دايما يكون فيه اهتمام بالبشرة، يعني اللي مهتمين ببشرتهم بيهتموا فيها بكل الفصول. نعم نعم. طيب هذا العناية بالبشرة والعناية بالجسم، كم مرة واحد مثلا بالشهر أو بالأسبوع كم مرة لازم يعمل هذه العملية حتى يحصل على نتائج حلوة ومرضية؟ قصدك للفيس للبشره ولا للجسم؟ اذا كان للبشره وايضا للجسم، يعني مثل ما قلنا انه السكراب والتقشير للجسم ضروري ايضا مثل ما حضرتك ذكرتي، فهذا الواحد يعني يجقد كل يجقد مده انه لازم يسوي هذه الاشياء. بصراحه للبشره اذا كانت البشره نورمال وطبيعيه هو كل شهر كافي يعني للعنايه. نعم. اما اذا كان عنده مثلا بقع او كلف او عنده تصبغات فلا، يفضل كل اسبوع مره، ولازم العناية تكون خاصة ككورس كامل بإصابته هي، يعني إصابته سواء بالكلف سواء بالحبوب الأقنة، يعني حسب المرض أو حسب الحالة حالة البشرة اللي هي فيها. نعم نعم. ست ميديا، بالنسبة للصابون اللي بدنا نستعمله لجسمنا قد له تأثير على أنه ينطي نتائج إيجابية أو سلبية، وشو أنواع اللي ما تنصحين بها المشاهدين؟ بصراحة الصابون أنا أبداً ما بنصح فيه، لأنه بيحوي على مواد قلوية، والمواد القلوية بتعمل على تنشيف البشرة كتير وخاصة بالشتاء. شنو اللي يحل محل الصابون؟ في خصولات كتير، خصولات، في عندك شامبويات البيبي، شامبويات البيبي بتكون خالية من هالأمور، اللي حدا يعني اللي ما بده ياخد أي شيء تاني فيه يستخدم كل شيء خصولات خاصة للبيبي، وفي خصولات عادية بكل المحلات الكوزمتيك أو بكل الأماكن موجود، هذا أفضل شيء بصراحة لأنه ما بيحوي على مواد تكون قاسية، ما نحن بالشتاء ما بدنا ننشف البشرة،
بدنا نغسلها وننظفها وبنفس الوقت بدنا نعطيها نسبة ترطيب عالية. نعم ست ميديا هسه رح نعطيك انت المجال حتى انت تكملين شغلك على مود يكفيك الوقت ونقدر نخلص بشكل اسرع. نعم ست ميديا احنا هسه يعني ايش قد لازم نخلي هذا الماسك على الوجه؟ ايش قد لازم يبقى كم دقيقة؟ طيب هذا الماسك بصراحة للأعمار الكبيرة لازم يضل ربع ساعة. نعم. بس بحكم هي صغيرة الصبية اللي عندي وبشرتها هي نورمال أنا لازم ما كنت أخليكم تدققوا على بشرتها قبل ما نحط الماسك، هذا الماسك بصراحة هو ماسك نازل جديد بيعطي عملية التبريد القوية للبشرة. يعني البشرة إذا كانت مثلاً متضايقة أو جافة كتير فيه نسبة ترطيب عالية جداً وفيه نسبة الكولاجين اللي بتعمل الشد الفوري للأعمار الكبيرة، يعني اللي عندهم تجاعيد رح يشوفوا من نتيجة الماسك لمرة واحدة. نحن هدفنا أنه نحن داخلين الشتاء، هلا فصل الشتاء لازم تكون نسبة ترطيب. هلا هذا الماسك رح يترك بشرته مشرقة لمدة 3 أيام حتى لو مو حاطة ميك اب رح يعطيها نضارة كتير قوي. نحن هذا هدفنا انه كل شهر مرة هاي للبشرات النورمال تعطي إشراقة تعطي ترطيب عميق للأنسجة. وهذا الماسك بيشتغل للخلايا، الخلايا الجذعية اللي هي مسؤولة عن الليفتينج، بس الصبية ما عندها تجاعيد كرمالك رح خليه بس كم دقيقة. نعم طيب ست ميديا هذه آخر مرحلة وبعد الماسك احنا رح نغسل الوجه ونخلص صحيح؟ أكيد هو بس الماسك يخلص وبنشال الماسك هو ضروري يستخدم واقي شمسي لأنه نحن نظفناها للبشرة وكان تنظيف عميق اللي يعني لازم نحن كان مسبق مقشر هون ما حطينا بالاستديو المقشر الماسك بعدين كريمات العلاج سواء للعين أو البشرة واقي شمسي وتكون بشرتها محمية. نعم نعم طبعا احنا ست ميديا نشكرك على الماسك والطريقه الصحيحه اللي تعلمينا عليها وكل المعلومات اللي انطيتينا اياها. شكرا لك نورتينا.